التاريخي من شهر نوفمبر السلاح للتحرر والانفتاق. لأن الكبار لا يرحلون، وإن غابوا لا تغيب أعمالهم، خالدون بكل ما قدموه. هو حال الروائي محمد ديب. فإن التقدير الذي يحظى به محمد ديب اليوم رسمياً وفنياً وجمالياً ورمزياً هو بمثابة عرفاناً بما منحه لذاكرة الأمة الجزائرية وضميرها، وفي الوقت نفسه محفزاً لنا لمواصلة مشروعه في بناء الحلم الجزائري. احتفالية خاصة لخصت مسار الكاتب في قالب إبداعي، لنحتفي بمئوية ميلاده ونروي قصة حبه وشغفه للكتابة والأدب. رجعنا اليوم بهذا العمل اللي يخلد ذكرى الكاتب الكبير محمد الديب، وهذه التفاتة جيدة من وزارة الثقافة أنها تخلد للكاتب والروائي محمد الديب. صراحة تخلي الواحد يتحفز أكثر أنه يقدم ويتقدم ويخليه يكون عنده ذكرى مثل ذكرى هذا اليوم. دائما نحب نكون متواجدة في هذه التظاهرات اللي تخص بلادي وثقافة بلادي وعادات وتقاليد بلادي. عروض موسيقية من وحي رواياته. قراءات شعرية، كوريغرافيا وترجمة مسرحية لأعماله، كل هذا بقصر الثقافة مفدي زكريا. البرنامج المختار في هذه الأمسية هو عبارة عن باقة من الريبرتوار العالمي وأيضا من المقاطع التي اعتدتم أن تسمعوها من خلال الموسيقى الجزائرية. عندنا موسيقى لجينيريك الفيلم الحريق اللي كان وزعه الأستاذ حسين بيفرو كباقي القطع الموسيقية الجزائرية. الوصلة اللي كنت قدمتها كانت أنديو فروم لوبيرا ترافياتا دو فيردي. صحيح أن الظرف استثنائي، لكن الثقافة تبقى الوسيلة الوحيدة للصمود. وإن لم نحتفي اليوم بكبارنا فلا عزاء لنا في المستقبل.